مرحبا بحلقة جديدة من ترويكا شباب. مع الأزمة الاقتصادية يلي عم يمرق فيها لبنان، الشباب عم بيكونوا الضحايا. يلي بقيوا بهالبلد عم يحاولوا قدر المستطاع يضلوا على هالسفينة يلي عم بتناضل تما تغرق. تلميذ الجامعات عم يضطروا يلتزموا بأشغال بنفس وقت دراستهم ليحاولوا يأمنوا مصاريفهم وأقساطهم. لنحكي بهالموضوع اليوم معنا طالب بالجامعة اللبنانية بلال حشحادة وطالب بجامعة خاصة حسام إدلبي. بلال، بدي ابدا معك اليوم مع العوده الحضوريه للجامعه اللبنانيه، يعني والتلاميذ عم يضطروا منهم يقطعوا مسافات طويله كرمال يحضروا. شو عم بيعاني الشاب اللبناني الطالب بالجامعه اللبنانيه اليوم؟ هلا من بعد العوده الحضوريه للتعليم وخصوصي بالجامعه اللبنانيه اللي هي بتكون بتحوي الطبقه المتوسطه والاقل شيوعيه من الشعب اللبناني، بصراحة عم نلاقي كتير صعوبة بالتأمين الماديات لنقدر نوصل للجامعة، وخصوصي الطلاب اللي بيكونوا بيوتهم بعاد كثير عن الجامعة. مثلا أنا لأعطي مثلا عن حالي، أنا بيتي بشحيم والجامعة عندنا نحن بصيدا، فالمسافة كتير بعيدة، فأصحاب المواصلات المستلمين هالقصص ما كتير عم يراعوا ظروف الطالب اللبناني لحتى لا يسهلوا التواصل بين الطالب والجامعة. وهلأ نحن عندنا بالجامعة عم يتبعوا التعليم الحضوري فقط، بدون يعني ما في تعليم مدمج، خصوصي إنه 4 أيام بالجمعة عم يكونوا كليسانس والماستر كيومين. فإذا بدنا نحسب مثلا أنا من شحيم بياخد الأوتوكار نزلة طلعة 120 ألف، 120 ألف بأربع أيام على شهر كامل، هذا يعني مبلغ كتير كبير كأنا طالب بيع متقاعد بالجيش اللبناني، معاشه ما بيقضي لحتى لأنه نعيش. فنحن ما عم نلاقي من الجامعة أو من الدولة آلية تضمن للطالب وصوله للجامعة أو تأمين مستقبله، فهيدي الصورة بشكل عام. نعم حسام، يعني كمان بلال عم يحكي عن معاناة بفتكر كل الطلاب إن كانوا بجامعة لبنانية ولا إن كانوا بجامعة خاصة عم بيعانوا منها اليوم. طبعا مشكلة المواصلات عم تكون مشكلة كتير كبيرة عم تواجه العديد من الطلاب. صراحة أنا من الناس اللي عم بيواجهوها لهيدي المشكلة بحكم مصروف البنزين وغلى البنزين اللي مش طبيعي بهيدا البلد. إضافة إلى كل هيدا الشيء، أصحاب المواصلات أبدا ما عم بيرحموا إن كان الطلاب أو غيرهم من الطلاب. صراحة نحن هون بالجامعة، أنا بجامعة الـ IU، أنا ورفقاتي عملنا مثل كوميونيتي صغيرة. أي حدا بدهم يوصلوا معنا قريب على بيتنا على طريقنا، عم نحاول قد ما فينا ناخده ونطلعه معنا إن كان موتو أو سيارة ونوصله على الجامعة بدون أي مشكلة. ما لقينا حل غير هذا الحل. نعم، للأسف يعني التلاميذ عم يضطروا ينبشوا على الحلول. طب اليوم حسام، إذا بدنا نحكي عن حياة الشاب بلبنان مضطر يشتغل خصوصي بهالأوضاع الاقتصادية، إن كان ليأمن مصروفه الشخصي أو ليأمن قسطه الجامعي يلي كمان صار نسبة منه بالفريش ونسبة منه صارت كبيرة، يعني ما بيقدر يتحملها من دون شغل، كيف عم بيقدر يعني يوفق بين العمل والجامعة بهالأيام؟ انا من الاشخاص يلي عم بيعاني منها لهيدي المشكله. صراحه انا شغلي عم بيكون الصبح، وبس خلص الجامعه عم بروح على الشغل الثاني، عم بضطر اشتغل شغلين كرمال امن مصروفي، امن جزء من قسط جامعتي لانه انا متكفل بنص القسط. صراحه الوالده متكفله بالجزء الثاني. مضطر امن هيدا الشيء، مضطر اشتغل كذا شغله، وحتى في مثلا دكاتره عندنا بالجامعه مش حسمي اسماء مش عم بيقدروا يتفهموا هيدا الشيء. يعني مثلا انا مقدم للجامعه انه انا دوام الصبح بالشغل ما بقدر احضر، بيقوم دكتور هي عندنا بالجامعه بحط لي امتحان متر من الصبح. صراحه يعني صراحه انا اضطريت اني ما اجي على المتر، اقدم بتشن كرمال ارجع اعمله بنهار ثاني. يعني ما حدا بقى، يعني ان كان من قصه المواصلات اول شيء حكيت لك عنها، ان كان من قصه بعض الجامعات ما حدا عم بيراعي حدا. طبعا هذا الشيء يمكن انا بقدر اتفهمه نتيجه لضغوطات الحياه، ما حدا عم بيقدر يفهم حدا، بس لازم نطلع على هذا الموضوع. بعتقد يعني نحن تابعين لوزاره اسمها وزاره التربيه والتعليم، ف
فهي التربية قبل التعليم. ماني مضطر اجي كذب على شغلي او كذب على استاذي او كذب على دكتوري كرمال اجي اعمل امتحان او ما اعمله. نعم صحيح. كمان بلال، يعني مثل ما عم يحكي حسام عن الشغل وقد ايه عم بيكون اساسي بحياه الطالب، قد ايه كمان بخصوصي بحياه طالب الجامعه اللبنانيه. يعني احنا بنعرف انه كمان طالب الجامعه اللبنانيه وطلاب نسبه كبيره منهم ما عم يقدروا يتحملوا تكاليف الجامعه الخاصه، فعم بيروحوا على الجامعه اللبنانيه. كيف كمان عم يقدروا يوفقوا بين العمل والحضور يلي بكليه؟ صح، نحن كمان نفس الشيء عم نواجه نفس المشكلة تقريبا بخصوص هالموضوع. كمان نحن عندنا بالكلية الحضور إلزامي، حتى إنه بأول ما نزلنا خبرونا إنه بيكون غايب تحت 60%، يعني من إجمالي الحصص حيمنع إنه يفوت ينعمل يعمل امتحان. وأنا بشتغل كمان بنفس الوقت، أنا بحكم اختصاصي وعم بعمل ماستر، فإجباري أنا أكون عم بشتغل كمان لأخذ الإكسبيرينس لحتى اقدر بعدين انه امن مستقبلي. فانا عم بضطر انه غيب بنهار، يعني نهار التنام بس بنزل فيه على الجامعه. عم بضطر اروح الاحد اشتغل اوفر تايم، يعني الاحد هو نهار الويك اند الوحيد اللي ممكن الشاب اللبناني يتنفس فيه. فانا عم بضطر انه اروح ادرس اشتغل كمان نهار الاحد لحتى اغطي النهار اللي بدي اغيبه عن الشغل اللي انزل فيه على الجامعه. نعم. نعم. يعني كمان بلال بهيدا السياق اليوم، هل عم بيكون في تواصل مع الجامعة كرمال يعني يكون في إعادة النظر أو يعني طلبات استرحام يمكن، لأنه ما عم نشوف هالتجاوب من قبل إدارات الجامعة وإدارة الجامعة اللبنانية؟ نحن حاولنا كثير انه نعمل مثل، او على القليل انه نجيب مثل ورقه من الشركه اللي عم نشتغل فيها بالدوام المحدد، كرمال نعمل مثل اليه ثانيه نلاقي حل لنوفق بين الاثنين، بس وجهنا بالرفض وكان اللزوم الحضور الزامي. هلا في بعض الدكاتره، انا ما بدي اذنه من الجامعه كثير، في بعض الدكاتره عم تتفاهم الموضوع وعم تاخذ الحضور بعين الاعتبار كثير، بس بيرجع انه اداره الجامعه هي الفرض هالشيء، نعم فعم يرجع بالنهايه لضمير كل دكتور. نعم حسام، يعني كيف اليوم الضغط يلي عم بيعيشه الطالب بين الجامعة ضغط العمل عم يحرمه من انه عن جد يعيش شوي بهدوء حياته الاجتماعية؟ طبعا هذا الشيء عم بيحرم العديد من الطلاب من العيش في الحياه الاجتماعيه ان كان على جميع الاصعده. غير هيك عم الطالب عم بيتعرض لضغط من الجامعه ومن الشغل، اخر النهار بيجي بيقولوا له انه انت ليه ما عم تدرس؟ ليه ما عم بتجيب علامات بقلب جامعتك؟ ليه الجي بي اي تبعك واطي؟ طب انتم كمان بدكم تطلعوا على فكره انه انا شغل 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 وجامعه شغل وجامعه، انا بطل عندي وقت لادرس، انا اساسا بطل عندي وقت لاظهر. يعني الطالب الجامعي بعض الطلاب الجامعيين يلي ما عندهم شغل نهار الاحد صاروا عم يضطروا نهار الاحد ما يعملوا شيء انه يناموا كرمال يريحوا جسمهم، ما بقى عم بضل في وقت الواحد يروح يظهر، ولا يعني بما انه الواحد ما عم بيظهر فاكيد ما عنه قادر يدرس، نفسية كمان عم تتاثر بشكل كثير كبير بشكل كثير سلبي. نعم. طب حسام، يعني هل فكرت انت بالهجرة يعني وترك لبنان؟ ويمكن بتقدر تشتغل برا وتدرس، بس يمكن كمان بيكونوا يمكن مراعيين اكتر ظروف الطالب النفسية. صراحة غيدة أنا مش هكذب، فكرت بالهجرة وحتى عم أقدم على كذا بروجرام لهذا الشيء، بس بنفس الوقت أنا مش حابب من هذا البلد. صراحة فترة من فترات حياتي هذا البلد قدم لي قصص كتير حلوة كتير كتير جميلة، نعم فعم نفس الموضوع عم أقدم لبرا ما حكذب عليك، بس صعب لهلأ الحل. أنا صراحة مش حابب فل، يعني هذا البلد قدم لي كتير قصص حلوة. نعم. يعني كمان بلال بذات السؤال، يعني هل خيار الهجرة خيار وارد أمامك؟ أكيد أنا كان خيار الهجرة وارد أمامي، حتى إنه إجتني فرصة إني أروح أشتغل بالسعودية، بس السعودية عاملة مثل نظام جديد إنه ضروري يكون الشهادة موجودة، شهادة الطالب موجودة لحتى لا أقدر أخذ البوزيشن يعني بالمحل المقدم عليه، بس للأسف يعني للأسف خسرت هيدي الفرصة بسبب الجامعة عنا اللبنانية، لأنه رئيس الجامعة عنا رفض يمضي لي انا شهادتي لانه في مشاكل بين الكليات وفي قضايا، فانه انا خسرت فرصه ممكن كانت تاثر لي كثير بشكل ايجابي على حياتي وحياه اهلي بسبب نظامات وخلافات بين الكليات وبين الجامعات، وخصوصا بالجامعه اللبنانيه.
نعم للأسف، يعني على أمل إنه الجامعات، إن كان جامعة لبنانية ولا الجامعة الخاصة، عن جد يعني هذا طلب من الجامعات إنه ينظروا بإنصاف وبضمير للتلاميذ، لأنه في منهم عن جد مضطرين يكونوا عم يشتغلوا بذات الوقت، وعم بيكونوا ما بدهم يتركوا دراستهم. يعني ما تجبروا التلميذ يترك دراسته والتوجه بس على سوق العمل، لا، هو بده يكسب الاثنين، يعني وخصوصي بهالظروف الصعبة. يعني على أمل إنه يكون في تجاوب من الجامعات. بلال وحسام، أنا بدي أتشكركم على وجودكم معنا اليوم، وبالتوفيق يعني بحياتكم. موسيقى